اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك. السلام عليكم عليكم السلام. اتفضلي يا حبيبتي، استاذه دعاء، ازي حضرتك؟ اهلا بيكي. ازيك يا شيخ احمد؟ الحمد لله بخير، والله الحمد لله، كل العام وانتم بخير يا رب. يا وحضرتك رب. بخير يا رب. معلش بس انا عندي سؤال كده وعايزه بس نصيحه حضرتك. اتفضلي يا فندم. انا متجوزه من 13 سنه، وجوزي شغال يعني خارج مصر، ما بينزلش مثلا اللي هو ممكن كل سنه شهر ولا حاجه. فطبعا في الظروف الأخيرة بتاعت كورونا بقى والأوضاع اللي هي حصلت مؤخرا، بدأ يعني نزوله، بدأ ما كان مثلا كل سنة شهر، بدأ بقى دلوقتي كل سنة، يعني كل سنتين كده مرة ينزل شهر أو 40 يوم بالكتير خالص. فطبعا أنا يعني المسؤولية كلها عليا وضغط نفسي مع الأولاد وكده، وخصوصا إن احنا في أرياف وكده. فانا يعني اتعرضت لكذا موقف اللي هو ايه، حد مثلا يقول لي مثلا يعني يقول لي انه معجب بيا، حاجات من دي. فطبعا ربنا كان ايه بي يعني بيقويني وبيخليني اتصدى الحاجه دي او كده. فجاء مؤخرا يعني من سنتين كده، في حد بتعامل معاه اللي هو المدرس بتاع الاولاد وكده، قربني بطريقه غير مباشره لاهله والبيته، وعرفني على والدته واخواته، وطبعا بيش كلهم فيا وفي اخلاقي، وان انا متحمله المسؤوليه، وان انا ست جدعه وست نظيفه وست مش عارفه ايه، بحكم برضو ان هو يعتبر جار من يعني عارفنا او شايفنا بشكل غير مباشر. فانا اتقربت منهم وهم بيحبوني جامد وكده يعني. فمع الاختلاط ويعني وقربت منهم، هو يعني اعترف لي ان هو ايه يعني ايه مثلا تمام. يعني بيبدلني مشاعر معينه او كده. مم. يعني حصل بقى يعني بدأ ايه مشاكلهم، مثلا اما بيحصل حاجة يعني بيعوز ياخد رأيي فيها، يكلمني رأيي. ساعات بيبقى صائف فبيعجبهم، مثلا هو أعجب بالشخصية بشكل عام يعني. مم. ففي علاقة دلوقتي حاليا طبعا من ورا جوز، علاقة يعني ايه كلامية وإعجاب برضو، بس يعني في حدود معينة أو كده. هو محترم ان انا متجوزه ومحترمني، وكل شويه يقول لي محترم انا ايه بقى؟ بصي يا امل، انت بتقولي كلام ضد بعض، عكس متناقض. بعضه طبعا، متناقض، وانت فاهمه كويس قوي كده صح هو ولا ايه؟ هو الكلام مش متناقض. بيحترمك ولا حاجه، ولو بيحترمك كان عمل حدود. هو ما بيحترمكيش ابدا نهائي، لازم لا تبقي هو فاهمه كده. انا فاهمه بيحترمك ازاي حضرتك يعني؟ هو قصدك ايه. انت في انا عينيه زوجه خاينه، عارفه كده ولا ايوه لا؟ ايوه وانا قلت له كده، طب بس وانت طيب، في اصل هو منع كلام معايا لدرجه ان ماشي هو يا امل، اصل انت بتزوقي الكلام، عارفه الشيطان لما يدخل لنا السم في العسل. لا هو لا هو بيحترمك ولا اهله بيحترموكي ولا اي حاجه. انت لا في هم نظر اهله ما يعرفوش العلاقه دي، لو هم اهله ما عرفوا يعرفوش. هيشتموا فيكي من هنا لغايه ما نموت كلنا، صح ولا لا؟ صح. بس انا بقول لحضرتك هو عارف الحاجات اللي انت بتقوليها دي وانا عارفاها، طب وكم مره طبيعي. نتكلم فيها وناخد قرار. ان ما هو ده سؤالي بقى يعني، ما هو ده المتصل عشان كده، ان هو في نفس لوامه بيننا احنا الاثنين. يعني هو كل شويه يقول انا خلاص انا كده مش محافظ عليكي، انا مش انا خلاص همنع الكلام ومش هتصل عليكي تاني. وفعلا بناخد الخطوه دي وبنرجع تاني لاي ظرف من الظروف الوضع تاني، بنتكلم تاني في يعني ايه في بصي يا حدود ان امل، انا انا خلاص مش هسالك، بس عارفه. هسالك سؤال، هو انت في بالك يعني العلاقه دي يعني اخرها هيبقى ايه؟ مش حاجه خالص. انا وكمان انا هقول لك على حاجه، انا جوزي يعني جوزي انسان كويس جدا وكويس، وانسان محترم طيب وانا والراجل، بحترمه وبقدره، وهو عارف ده كويس يعني. ولا الطرف التاني ده عارف انه عارف ان انا بعز جوزي ماشي، وبحترمه وانت قوي. جوزك يعني شقيان عشانك انت وولادك، ما ما احب هو ما انا عليه يجي هنا ويقعد ايوه وما يشتغلش وخلاص، ويقعد زي ما احنا شايفين رجاله كتير مش بصي متحملين المسؤوليه، صح؟ انا واخده بالي، انا واخده بالي، بس انا برضو يعني حاجة دي يعني زي ما يعني ما الرسول قال في حاجة احنا مش بايدينا. انا في مشاعر انحرفت غصب عني، انا اعتبر محرومة من جوزي، ما بشوفوش غير كل سنتين، يعني لما يجي لي كل سنتين ونص شهر طب ما تتكلمي غصب معايا عني. يا حبيبة قلبي، قولي له مفيش أنا مش اي عايزة بدائل، فلوس، مفيش اي أنا بدائل، مش مفيش عايزاك اي بدائل. تشتغل ومش عايزة فلوس ومش عايزة حاجة، أنا محتاجاك معايا، انا تعالى قلت كده انزل واقعد فعلا، هنا. انا قلت كده فعلا، أه بس هو مفيش اي بدائل ان هو يقعد في مصر، مفيش اي دخل داخل لنا خالص من جوه مصر. ممكن يا أستاذ أمل بعد إذنك اتفضل هسألك أكتر من سؤال. اتفضل. أنت عندك أولاد قد إيه؟ معايا ثلاثة. ربنا يخليهم. كبير عنده قد إيه؟ يعني كام سنة؟ كبيرة عندها تقريبا هي في سنة ستة ابتدائي، تقريبا عندها 11 سنة.
طيب السؤال التاني، حضرتك كنت متصلة عشان بتطلب النصيحة صح؟ أكيد طبعا. حضرتك منتظرة إن أنا ممكن أقول لك إيه بكل صدق؟ إيه لا أنا مش منتظرة حضرتك تبرر لي اللي أنا بعمله. لا أنا أنت منتظرة، أيوة منتظرة ممكن أقول لك إيه؟ الخطوات اللي أبعد عن الشيطان اللي يخليني أخد القرار إن أنا خلاص أنا من جوايا في نفس لو أنا مش مرتاحة نفسيا. طيب أنا لو أنا لو أنا لو أنا لو أنا اللي بتصل بحضرتك وبقول لك نفس المشكلة دي، فبقول لك أنا طالب من حضرتك النصيحة، هتنصحيني تقولي لي إيه؟ ما انا يمكن ما عنديش العلم الكافي ان انا اخليك تقرب من العلم. ربنا سيبك من العلم، واحده صاحبتك بتقول لك نفس المشكله، هتقولي لها ايه؟ هتقول لها لا انا ما عنديش علم، ولا هتسيبيها تغرق؟ لا طبعا هتقولي لها ايه؟ مش هسيبها تغرق. هتقولي لها ايه؟ هقول لها، اقول لها قربي من ربنا، ادعي لنفسك، هقول لها كده انا عملت كل الحاجات دي. لا بس في نقطه تانية، هتقول لك طيب ابعدي عن الحاجه دي، بس هتقول لك والله احنا بناخد برضو يعني قرار عدم الكلام وبنرجع تاني. هتقولي لها ايه بقى؟ مش عارفة، أنا ساعات بحس إن ربنا هو اللي غضبان عليا، مش عارف. لا سيبك من حكاية غضب ورضا دلوقتي، أنت هتقولي لها إيه؟ خليكي صادقة مع النفس كده وقولي لها أنا هقول لها، أنا هقول لها قولا واحدا اقطعي العلاقة دي دلوقتي اللي هتدمر حياتك، صح؟ بالظبط. مش أنت هتقولي كده ولا مش هتقولي كده؟ بالظبط بالظبط. بس أنت جاوبتي نفسك على فكرة. الحاجة بقى اللي احنا أبعد من كده بقى، خلينا احنا كلنا بنغلط على فكرة. أكيد. وكل بني آدم خطاء. أكيد. يعني إيه هتفتكر اللي احنا كلنا ملايكة وأنت مثلا حاجة ولا بتاع، أو الناس اللي بيشاهدونا ده اللي هو الناس بقى يقول لك بص بيعمل غلط. كلنا غلطانين، وكل بنغلط. النبي بيقول كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، صح يا أستاذة أمل؟ صح صح. طيب يبقى السؤال، أول حاجة أنت عصيتي، عصيتي مين؟ الزوج ولا رب العالمين؟ ربنا. الاثنين. عصيت ربنا قبل رب العالمين. خلاص كده، فانت عصيت رب العالمين، فتخيلي ان الله عز وجل هو يعني مش راضي عن اللي انت بتعمليه. انا مش عاوز اقول فيه غضب لان انا ما اعرفش، بس هو مش راضي عن هذه العلاقه، وان بيقول اللي انت بتعمليه جرم عظيم جدا جدا، خلاص لا يرضي الله رب العالمين. الحاجه الثانيه، تخيلي لو ان لا قدر الله زوجك عارف، ايه اللي هيحصل؟ لا طبعا ما هو ما يقبلش باي حاجه من دي، خصوصا ان هو غيور جدا من. طب هو لو حصل لا قدر الله والكشف والستر ده كشف، فضيحه، انت كنت ساعتها بعد ما يكشف الستر هتقولي ايه؟ هتقولي يا ريت ما كنت عملت كده، صح؟ اكيد طبعا. طيب احنا دلوقتي في بر الامان، ما ينفعش اللي احنا نقول نتقي الله عز وجل والله ناظر الينا والله مطلع علينا ونجاهد انفسنا، والله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين، ونحاول قدر الإمكان اللي احنا يعني يبقى عندي إرادة فولاذية قوية جدا أستمدها من رب العالمين، وربنا يقول واصبر وما صبرك إلا بالله، فأنا بطلب من ربنا أنه يصبرني وأن أنا أستعين بالله رب العالمين، وأنا بقرأ إياك نعبد وإياك نستعين، وحاول أقرأ في قصص الصالحين في المسألة دي، وهقول للراجل ده على طول قولا واحدا، مش بقى تعالى نقطع علاقة، أنا هقطع علاقة من غير ما أرجع له، من غير ما أرجع، وهحرق العلاقة دي وهعمل خلاص ارقامه كلها بلوك خلاص، وانتهينا من المساله، ما يجيش عندي البيت، ولو يعني مش ناقص الا الراجل ده المدرس ده انا مش هدي ولادي درس، هقعده من المدارس ده لو ما فيش الا هو في الدنيا خلاص، واحاول ان انا احمي نفسي خلاص. ولا تعرفي نفسي. ولا تعرفي اهله، هو عباره عن شيطان خلاص، احمي دخل نفسي. حياتك الحاجه اللي بعد كده، قولا واحدا اوعي توصلي لزوجك اللي انت تقولي له، اوعي تقولي له مثلا ده انا بضيع، اوعي، لكن هتقولي لزوجك ايه؟ اتقي الله، حرام عليك، انا محتاجاك انت، اتقي الله انا محتاجاك، اصل والله ما فيش شغل. لا في شغل، قعد كام سنه عملت ايه يا حبيبي؟ تعالى افتح ان شاء الله بقاله، محل بقاله هناكلها بالحلال، هيدخل لنا كل يوم ان شاء الله 50 جنيه، هناكلها بالحلال، بس زوجي ولادي لا ينحرفوا، فيبقى ليهم اب موجود، الزوجه لا تنحرف يبقى زوجها موجود. وعشان كده كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان بيودي الجندي كده رجع وقال لا 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 لا، اكتر من 6 شهور، ان الموضوع مش نافع، مش نافع، لان في النهايه دي نفس بشريه، نفس بشريه لها متطلبات وفي غرائز، ودي ربنا اودعها فيها، فاحنا ما نوديهاش للحرام. فانت بقول لك اتقي الله رب العالمين، انت في النهايه بتعصي الله عز وجل، النهايه انت بتخوني زوجك، التالته بتخوني اولادك، ما تعرفش ايه اللي هيحصل بعد كده، فستر الله موجود، فمحتاجين نقول له يا رب جملها بقى بالستر ونتوب إليك سبحانه وتعالى. أول حاجة مش هقول له أنا هعمل هقطع علاقة ولا ترجع لي، أنا بقطع علاقة تماما، ما
من باب إرضاء الله عز وجل، ثانيا هلح على زوجي، هروح أحتمي في أهلي، مش هقعد في بيتي أحتمي مع أهلي. ها واخد بال حضرتك؟ قللي ماسك التليفون ده، مالكيش علاقة بيه خالص، اتجه الرب العالمين، اقرأي قرآن، اقرأي في قصص الصالحين، خلي كلمي زوجك أول بقى كل يوم، اقري فيه في عشت، قولوله لازم تنزل. وأنا بقول لكل زوج بيبعد عن مراته بالطريقة دي، حرام عليك، لأنك سبب رئيس من أسباب الخيانة. انت هتقف وتتشعلق يوم القيامة. اوعى تفتكر اللي انت تقول اصلا انا كنت بجري على اكل عيش يا مولانا وهي الخاينة، واحنا هنرمي. اه طبعا ده لا يجوز اللي هي بتعمله، بس انت سبب اصلا في الاسباب دي، وتقول اصلا انا بجري على اكل عيش. اقعد كل هنا، دقة هنا، ورب مراتك ورب ولادك، وخليهم في حضنك وفي كنفك ورعايتك. كلمة بقى للشيطان اللي دخل حياتها، ده اللي بيجمل لها وبيخليها تتعلق بيه أو تحبه هي أو غيرها، ويديها بقى صورة يعني شوف هي يعني مضحوك عليها لدرجة إن هي بتقول ده هو شايفني محترمة. يا بنتي ده هو شايفك، أستغفر الله العظيم، مش هقدر أقول الكلمة يعني أو الكلام اللي هو في دماغه ناحيتك، هو أنت مجرد غرض بس كده، مش أكتر من كده. لكن هي بالنسبة له ولا حاجة، هو شايفها ولا حاجة، شايفها ست خاينة أصلا. فلكن هو بيبين لها إن هي ست محترمة. محترمة إيه يا بنتي؟ بيضحك عليك إزاي كده؟ فكلمة لواحد زي ده شطان يدخل يخلي الست المحترمة تبقى خاينة وتعمل كبيرة وتضيع ولادها وتضيع جوزها يعني مش عارفة أقول إيه. ليس منا من خبب امرأة على زوجها، هو كفاية الحديث يعني، كفاية الحديث. وأنا هقول له يعني أنت مش بس هتهدم أسرة، وهي بتقول خاصة هي بتقول ده زوجي طيب وزوجي بحلال وزوجي شقيان وزوجي، فأنت جاي بتفسد علاقة. اوعى تفتكر إن ربك لبالمرصاد. طبعا بس طبعا ربنا مش هيسيبه أصلا.